ففي حد يا باشمهندس بيعمل الكلام اللي بيتقال ده، يعني حد اللي اسمه كارل جيفري طبعا بيتعمل زي ما بقول لكم. فبتيجي تشتغل في مشروع ميجا بروجكت، يعني احنا في مشروع دلوقتي ميجا بروجكت سايت، مشروع كله معمول له اسمه هيدروجين فري، كابلات واسلاك. بيبقى فرق السعر مثلا عالي قوي يعني؟ الايه؟ فرق السعر ما بينه عالي جدا؟ اكيد طبعا، اكيد غالي طبعا. ما اعرفش الفرق قد ايه بس اكيد طبعا غالي جدا. بالنسبه للمواصفات دي اكيد غالي. تمام؟ تبقى طبقه في النص كده صح؟ مش طبقه في النص، احنا اتفقنا سلك هو له طبقه عزل واحده عشان نركز تاني. السلك له طبقه عزل واحده، الطبقه دي يا اما بي بي سي يا اما اسمه هيدروجين فري. وصلت؟ لا اما دي لا اما دي. تمام؟ تعالوا بقى نتكلم عن الكابلات. لما اجي اتكلم على كيبل اتفقنا الكابلات بتاعتي قلنا ليها ايه؟ بنسميها ايه؟ ضابط انسيوليتد، يعني لها طبقتين عزل. تمام؟ ليه بتكلم الكلام ده؟ عشان ده بدايته، بداية الكلام، لازم أكون فاهم الكلام ده كله ولازم أكون متأسس عليه، فاهم عارف يعني إيه سلك، يعني إيه كابل، يعني إيه بي بي سي على بي بي سي، يعني لازم أكون الحاجات دي كل الحاجات دي عندي، كويس؟ اتفقنا في عندي طبقة اسمها طبقة عزل وفي طبقة اسمها إيه؟ شيز، شيز ده اللي إحنا بنسميه الغلاف الخارجي وفي ناس بتسميه أوفرول جاكيت، اللي هو الغلاف الخارجي ده، كويس؟ وقلنا في النص في النحاس، إحنا بنسميه الكور، الكور بتاع نحاس. خلاص؟ لو جينا بقى نتكلم عن الطبقه الاولانيه اللي هي بنسميها الانسيوليشن، اللي هي بتكون فوق النحاس لايت، اللي هي طبقه ايه؟ الانسيوليشن. لو جينا نتكلم عن الانسيوليشن اللي هي الطبقه الاولانيه، الطبقه دي ما فيش منها غير نوعين في الدنيا، يا اما بي في سي يا اما اكس ال بي اي، كويس؟ طيب لو جينا نتكلم عن الشيز، ده مش هنلاقي منه غير نوعين، حاجه اسمها برضو يا اما البي في سي يا اما له سموك هالوجين فري، الشيز الغلاف الخارجي الطبقه الخارجيه يا اما بي في سي يا اما له سموك هالوجين فري. واصله كده؟ مش هنتكلم بيه في اكتر من طبقات اصلا؟ لا بنتكلم على العزل، على العزل طبقه العزل، لما فعلا لما تقطع وتشوف عزل سيبك من الحشو اللي جوه اللي بيكون الابيض ده بسميه حشو اللي هو البيدنج والكلام ده كله. لا انا قصدي ان اصلا الكابل يعني في اللي هو الكور في مثلا حواليه طبقه عزل بيدنج او بقول لك العزل كعزل في طبقتين، في النص بيكون في حشو اللي هو بتاع الخيوط البيضاء الرفيعه اللي انت بتشوفها دي، ده حشو مش بس مش عزل، ده حشو كده بيملى بس كده بيملى الفراغ اللي هو ما بين الطبقات وبعضها. خلاص؟ اما كعزل عزل هو ده اللي ايه؟ ده الموجود. واصله؟ يبقى اتفقنا يا شباب عندي الكابل في عندي نحاس ثم عزل ثم شيز، العزل بتاعي يا اما بي بي سي يا اما اكس ال بي، الشيز بتاعي يا اما بي بي سي يا اما اسمه كارجن فري. كويس؟ طيب كويس، البي بي سي عارفين بول فينايل بولارايزد، اكس ال بي اي عارفين، برضه يا باشمهندس انا شغال في مشروع واحد بيتكلم العزل بتاعه اكس ال بي ولا بي بي سي، هو ايه الفرق ما بينهم؟ هنا برضه يهمني كاي انجينير يعرف تو فاكتور مهمين جدا او مصطلحين مهمين جدا كسوق للبي بي سي والاكس ال بي، حاجه اسمها الاوبريتنج تمبريتشر وحاجه اسمها الشورت سيركت تمبريتشر. ايه الاوبريتنج تمبريتشر والشورت سيركت تمبريتشر؟ الاوبريتنج تمبريتشر بالنسبه للبي في سي 70 درجه، بالنسبه للاكس ال بي 90 درجه، تمام؟ الشورت سيركت تمبريتشر بالنسبه للبي في سي 160، بالنسبه للاكس ال بي 250. خلاص؟ يبقى يهمني اعرف مصطلحين مهمين جدا بالنسبه للعزل البي في سي والعزل الاكس ال بي. بالنسبه للبي في سي خلاص حاجه اسمها الاوبريتنج تمبريتشر بتاعته 70 وده 90. يعني ايه الاوبريتنج تمبريتشر دي؟ دي عباره عن اقصى درجه حراره يقدر يستحملها العزل لما يمر فيه اقصى تيار يقدر الكابل ده يستحمله. يعني الكابل ده مصمم ان هو يشيل 100 امبير. خلاص؟ اقصى حاجه يقدر يشيلها 100 امبير. خلاص؟ ال 100 امبير دول لما يمشوا فيه هيسببوا اقصى درجه حراره يقدر يستحملها الكابل بتاع اللي هي 70 مثلا. تمام؟ لو جينا نبص على اكس ال بي هتلاقي اقصى درجه حراره بيستحملها لنفس 90، معنى كده ان اكس ال بي يقدر يشيل اعلى من البي بي سي. يبقى الاكس اللي بيشيل اعلى من البي بي سي، يبقى دي معلومه خدناها حتى ايه؟ من الارقام اللي قدامنا. الاوبريتنج تمبريتشر هنا 70 هنا 90، فنلاحظ كده لما اجي اعمل مشروع كابلات اكس ال بي يعني نفس السايز، ده كابل 10 بي بي سي وده كابل 10 اكس ال بي، ده هلاقي كابل 10 اكس ال بي يشيل اعلى من 10 بي بي سي. طب نقدر نشوف الكلام بعيننا؟ طب نفتح، يا ريت نفتح الكتالوج وناكد على المعلومه دي، نفتح على كابل 10 بي بي سي و10 اكس ال بي ونشوف الدنيا ايه الفرق ما بينهم عامل ازاي. تمام كده؟ شورت سيركت تمبريتشر الفاكتور ده هنستفيد بيه في حته معينه بس بلاش نتكلم عليه دلوقتي. كويس؟ اي كابل بيعدي فيه ريتنج بتبقى التمبريتشر دي على طول.
ولا مانجو ولا على حسب الـ EP. لا ده أقصى درجة حرارة يقدر يستحملها العزل 70 70 درجة دي لو مثلا لو مثلا المرة دي أقصى تغير موجود في الجدل. لا ما حش علاقة عشان كده نعمل حاجه اسمها ريتنج بقى عشان نقدر نحافظ احنا ما نعدلش الدرجه اللي عارف بس اقصد دي اللي يولدها الكرنت جوه السلك ولا اقصد الحراره ايه اللي بيستحملها العزل عندي بالنسبه لي العزل هيتحرق ازاي؟ العزل بيتحرق نتيجه حراره صح كده؟ درجه حراره بقى ايه؟ درجه حراره اللي يقدر يستحملها العزل دي 70 درجه خلاص؟ حتى بيسموها ماكسيموم اوبريتنج تمبريتشر واصله؟ وعشان احافظ بقى على النقطه اللي انت بتتكلم عليها دي بقى لما لو انا عندي بقى الكابل بقى ما طبعا دي في ظروف معينه يعني الكلام ده في ظروف معينه يعني الكابل كده السويد قال لك ان الكرنت ده عند درجه حراره 40 درجه مثلا وعند مثلا الفريكوانسي 50 هرتز يبقى انا لازم احافظ على الظروف دي لو الظروف دي اختلفت نعمل حاجه اسمها ايه وصلنا يبقى بالنسبه لي المصطلحين مهمين جدا بالنسبه لي انا اعرفهم طب بالنسبه للشيز يا باشمهندس الشيز قلنا في حاجه اسمها عندنا بي في سي وحاجه اسمها لوسنو كالجن فيلي خلاص لسه متكلمين عليهم شويه في قلب السكه بصنا كده طب انا عاوز اوصل من ايه لدول في عندنا طبقه ثالثه كده هتبتدي تظهر بس حابب اتكلم عليها دلوقتي حاجه اسمها الارمر حاجه اسمها ايه الارمر اللي هو التسليح ايه التسليح ده يا باشمهندس التسليح ده لو انا ماشي كابل اول حاجه للتسليح هو حمايه ميكانيكيه للكابل يبقى اول تعريف كده للامر وحمايه ميكانيكيه للكابل بتاعي ميكانيكال بروتكشن فور كيبل كويس لو انا عندي كابل مدفون دفن مباشر في الارض كابل مدفون دفن مباشر لازم الكابل في الحاله دي بقى ايه؟ ارض منتهى واصله؟ طيب في بعض المشاريع كمان لا جوه المبنى بتاعي ممكن اعمل الكابلات بتاعتي امر لان انا عاوز اعمل حمايه ميكانيكيه مثلا جوه ميكانيكال روم عاوز احمل الكابلات بتاعتي من اي دامج من اي تخبيط من اي ناس بتتعامل برشوميه القصص دي كلها فتلاقينا دايما في الحاجات زي الميكانيكال روم بنعمل الكابلات بتاعتنا ارمر. بعض الناس في البيزمنت لو انت الكابلات بتاعتك ماشيه في الباركنج طبعا الباركنج زي ما انتوا عارفين دايما في عربيات رايحه وعربيات جايه طبعا المفروض ان انا احافظ على الكيبل التريك بتاعتي فوق القصص دي كلها بس بتكون عرضه شويه للميكانيكال دامج. خلاص ففي الحاله دي بعمل ايه؟ الارمر. يبقى المعلومه انا عاوز اقول لك في الاخر الارمر وانت اوزنها في دماغك الارمر از ميكانيكال بروتكشن. فاذا ما وجد عندك في اي حته ميكانيكال دامج يبقى انا في الحاله دي لازم اعمل الكابل بتاعي ارض واصله كده ودينا مثال صريح الكابلات اللي ماشيه في الارض لازم تتعمل ارض ليه؟ والكابل ماشي دفن مباشر نفترض فيه مثلا الوحدات اللي هي الحفارات اللي بتحفر في الارض دي حفر في الارض خلاص بدل ما يوصل للكابل هيبتدي يحس لما يبتدي يوصل للارمر يبتدي يحس ان في حاجه في الارض واصله؟ خلاص الارمر ده منه نوعين حاجه اسمها الاس تي اي اللي هو بنسميه ستيل تيب ارمر ستيل تيب ارمر والنوع الثاني اسمه اس دبليو اي ستيل واير ارمر كويس جدا تمام النوعين دول موجودين الاشهر فيهم هو الاس دبليو اللي احنا بنستعمله الاشهر فيهم اللي احنا بنستعمله هو الاس دبليو خلاص طب من الكونكلوجن اللي احنا قلنا ان في كابلات بي في سي واكس ال بي والاكس ال بي مش لاقي عن البي في سي عشان كده هتلاقينا احنا المشاريع دلوقتي بنعمل كابلات اكس ال بي خلاص ده كونكلوجن كده احنا قلناه الشيز بتاعي اعمله بي في سي على لوس كالجن فري بي في سي ولا لوس كالجن فري قلنا دي هتكون حسب سكيل البروجكت اللي انت شغال فيه حسب رغبه الكلاينت بتاعك يعني عشان كنا اتفقنا وشرحنا ودينا ليها مثال ارمور اتفقنا كده الارمور تعريفه از ميكانيكال بروتكشن فاذا ما وجد اي حته ميكانيكال دامج وانت خايف على الكابل بتاعي ببتدي اعمل ايه؟ عمليه الارمور دي كويس؟ طيب من الكلام ده كله بقى معلش ايه الفرق بقى بين الارمور؟ الستيل تيب ارمور شكل الارمور نفسه شكل التسليح ده بيكون عباره اول حاجه لو خدنا سكشن لازم ناخد سكشن دي نبص عليها ده النحاس ثم العزل ثم الارمر ثم الشيز يبقى كده بالترتيب عزل كده كده العزل فوق النحاس دايت تمام ثم بعد العزل في طبقه الارمر طبقه التسليح ثم بعد كده في طبقه الايه؟ الشيز الشيز او اللي احنا بنسميها بمقول جاكيت كويس جدا شكل الاس تي ايه بيكون عباره عن شكل شريحه بالظبط شريحه وملفوفه حوالين الكابل اما في حاله الاس دبليو اي بيكون عباره عن شويه مجموعه اسلاك رفيعه اسلاك سول رفيعه ملفوفه حوالين الكابل وهتلاقي الصوره موجوده في الكتاب لو عاوز نشوفها خلاص يبقى الستيل تيب ارمور اللي فاهم ما بينهم بيقال ان الستيل دبليو اي اقوى من الاس تي اي هو ده الشعر اللي احنا بنستعمله دايما الاس دبليو اي تمام الفرق ما بينهم في الشكل
تمام؟ ده عباره عن شريحه، شريحه ملفوفه حوالين الكاب، وده عباره عن مجموعه اسلاك رفيعه ملفوفه حوالين الكاب. خلاص، والسرعه الموجوده خارج الكاب. واصله؟ انا عاوز اوصل من دول بقى في الاخر ان احنا نقول ايه الكابلات الموجوده في الدنيا؟ الكابلات اللي انا ممكن اشوفها. انا من المنظر ده مش احنا قلنا الكابلات بتاعتي فيها انسيليشن وفيها شيز. واصله كده؟ واحيانا ممكن يكون فيها ارض. لو انا بقى بتكلم يبقى معنى كده انا عندي في كابلات اسمها بي بي سي على بي بي سي. معناها ايه بي بي سي على بي بي سي؟ العزل بتاعه بي بي سي والشيز بي بي سي. او في عندي كابلات اسمها بي اكس ال بي على بي بي سي. واصله كده؟ يبقى احنا من البدايه نقدر نقول في عندنا كابلات في الدنيا اسمها بي بي سي على بي بي سي، العزل بتاعه بي بي سي والشيز بي بي سي. في عندي كابلات اسمها اكس ال بي اي على بي بي سي، تمام؟ وفي عندي كابلات اقدر اقول اسمها بي بي سي لو عندي كابل مسلح يا شباب، كابل مسلح بي بي سي على اس على ستيل تيب ارمر على بي بي سي. بي بي سي وفي في النص طبعا ارمر اسمها اس تي اي والشيز بتاعها اسمه بي بي سي. وفي عندي كابلات اسمها اكس ال بي اي على اس تي اي على بي بي سي. وفي بي بي سي على ستيل واير ارمر على بي بي سي. وفي اكس ال بي اي على ستيل واير ارمر على بي بي سي. تمام؟ كل اللي انا بعمله بجمع دي الكابلات الموجوده في الدنيا. بس لازم اكون فاهم انا شايف، انا من دلوقتي انا شايف الكابل بتاعي عباره عن ايه. كويس؟ طب في ايه تاني؟ في عندي بقى كابلات اسمها اكس ال بي اي على لو سموك هالوجين فري. اكس ال بي اي بعينك كده معايا، اكس ال بي اي ولو سموك هالوجين فري. كويس؟ طب يا باشمهندس حضرتك ما قلتش الاول في بي بي سي على لو سموك هالوجين فري عشان ما فيش كابل كده، يعني ما فيش كابل في السوق حاجه اسمها بي بي سي على لو سموك هالوجين فري. كويس؟ في عندي اكس ال بي اي على لو سموك هالوجين فري. كويس؟ وفي عندي اكس ال بي اي على ستيل واير ارمر على لو سموك هالوجين فري. طبعا برجع للكتالوج بقى بشوف كل الحاجات دي ان ديتيل. خلاص، وبشوف شكل في قلب الكتالوج موجوده الصوره، واكيد اظن مهندس سامح ممكن يكون عندكم نبذة عنها. على الصور دي. تمام؟ انا عاوز الحته اشرحها واستفاد بيها شويه تقولوا لي اعديها. ماشي؟ وصلت كده يا شباب؟ مش ده قصدي على الكتالوج بتاع السويدي ده. الكتالوج السويدي وراكم شكل صوره الكاتل والقصص دي كلها. يعني الصوره دي بس يعني ما اتشرحتش ان ديتيل عشان هي من زمان ان ديتيل. بس الصوره انت شفتها. خلاص. فلو حاجه اتشرحت فريت يا ريت نعملها بالباص معاك. كويس؟ الناس تمام معايا كده لحد دلوقتي؟ يهمني بس معلومه هنا برضه كانجينير، ما ينفعش اكون انجينير واحنا بندربك على مثلا على سوبر فيجن، بندربك على ديزاين ما نعرفش ان الكابلات بتاعتنا. طبعا لما اجي اقول كيبل خلاص الناس فاهمه انا بقول كيبل يعني ايه، ولما بقول كلمه واير انا اقصد ايه. خلاص، لما اجي اتكلم على كيبل بقول ده عباره عن 6 من 10 على 1 كيلو فولت. حتى لما نيجي نفتح الكتالوج هتلاقي في الصفحه في الكتالوج من فوق 6 من 10 على 1 كيلو فولت. وايه 6 من 10 وايه 1 كيلو فولت دول؟ قال لك ال 1 كيلو فولت ده عباره عن اقصى فولت يقدر الكابل يستحمله ما بين اي طول اي. ماشي؟ ال 6 من 10 عباره عن اقصى فولت يقدر يستحمله الكابل اي فرده من الكابل مع الارث او مع الارمر بتاع الكابل. ده السنجل فيز ده بتاع 3 فيز. حاجه شبيهه بكده. بس هو مش 3 فيز قوي، هوريه لك دلوقتي بمثال. ماشي؟ هوريه لك دلوقتي بمثال. خلينا نتكلم الاول، 1 كيلو فولت ده اقصى جهد يقدر يستحمله الكابل ما بين اي فردتين من الفرق بتوعه، ما بين فردتين من الفرق بتوعه. خلاص؟ وده اقصى جهد يقدر يستحمله الكابل ما بين اي فرده وما بين الاف او ما بين الكابل او ما بين الفرده نفسها وما بين الارمر بتاع الكابل. واصله كده؟ واحاول اديكم ليها مثال دلوقتي. طيب كويس، هوريها لك خلاص؟ لما نيجي نتكلم عن الكابلات، في عندنا كابلات خلاص عرفنا في حاجه اسمها كابلات اسمها ايه؟ سنجل كور. وفي كابلات اسمها مالتي كور. كويس؟ سنجل كور شكله عامل ازاي؟ خلاص احنا عارفينه، عباره عن نحاس في العزل فوق الشيز. ده اسمه ايه؟ سنجل كور كيبل. في عندي كابلات اسمها مالتي كور، مالتي كور ده بينقسم لكابلات 2 كور، في كابلات 3 كور، في كابلات 4 كور، في كابلات احنا بنسميها كده بالبلدي 3.5 كور اللي احنا بنسميها 4 كور ويف ريديوز نيوترال. بس بنسميها احيانا في المشاريع 3.5 كور. خلاص؟ تمام؟ يبقى اتفقنا اول حاجه الكابلات
ما انا اصلا بقول يعني ايه عارف يعني ايه بقول كابلات. الكابلات يعني بالنسبه لنا في منها نوعين، يا اما سنجل كور يا اما مالتي كور. سنجل كور هو خلاص هو عباره عن كور واحد نحاس وفي عزل وفي الشيز بتاعه. طب المالتي كور يا اما عباره عن تو كور، تو كور هيبقى في عندي كده. وحبينا نشوف منظر برضه الناس تكون متخيله شكله ايه لما اجي اجيب سكشن من الكابل بتاعي، اشوف الكابل بتاعي عامل ازاي. الاقي في كور وعليه عزل ثم فوقيهم الشيز واسطه كده يا شباب، عزل كده كده اي طبقه نحاس وهي طبقه العزل بتاعتها. يبقى في كور عندي فيه العزل بتاعه، في كور فيه العزل بتاعه، وبعد كده فيه الشيز الكاري. طب لو ثلاثه كور هيبقى نفس المنظر بس في كور هيزيد. لو فور كور هيبقى نفس المنظر، هيبقى في عندي اربع كور وفيهم الشيز الكاري. طب الثلاثه ونص كور الفرق بس في الثلاثه ونص على الفور كور، الثلاثه ونص بيكون النيوترال نص الفاز. النيوترال نص الفاز. الايه؟ لازم الاثنين كور. الاثنين كور بالاسم كده. لو عندي لوحه سنجل فيز وعاوز اروح لها بكابل، اروح لها بايه؟ لايف ونيوترال. زي الكابل الارث بتاعي بيكون كابل خارجي كده كده. خلينا نتفق من البدايه كده، كابل الارث بتاعنا بيكون كابل ايه؟ خارجي، بيكون سيبك كويس. فلو عندي تو كور، لو حد بيسال الابلكيشن بتاعه يبقى تخزيت. لو حاجه سنجل فيز مش ارث يا باشمهندس، ممكن يتعمل عند اللوحه اصلا. يعني يتعمل عند اللوحه؟ يعني اصلا ما نوديلوش سلك، بنعمله عند اللوحه ارث. هو بيتكلم يعني ارثنج للوحه. ما انت هتعمل ارث عند اللوحه العموميه. طب اللوحات اللي بعد كده، اللوحات اللي جوه المشروع، طب خلاص هي شبكه الارث بتاعتها بتتم ازاي كده ليكم مبدئيا؟ يعني خلاص انا عندي هبتدي اقرر عن الترانسفورمر، والترانسفورمر هيدي الام دي بي ارث، والام دي بي هتدي كل اللوحات اللي بتتباع ارث، واللوحات الصدمين هتدي لوحات البلاش سيركت ارث. فبتدي الارث عمال ايه؟ طالع كده ماشي معايا ايه؟ وكانه سنجل لاين دايجرام ماشي معايا. تمام؟ بس خلينا نتفق من البدايه ان الكابل الارث انا ما بتكلمش عليه دلوقتي، لسه ما بتكلمش عليه خالص. ده كابل هيمشي بعيد عن الكابل بتاعي، هيمشي جنبه، بس هو كابل سيبلت. كويس؟ يبقى تو كور. حد يسالني على الابلكيشن بتاعه كان زيت لوحه سنجل فيز، لوحه سنجل فيز مش محتاجه اللايف والنيوترال، خلاص اديتهم لا. ده الثلاثه كور يا باشمهندس ده هستعمله في ايه؟ انا عندي اللوحات بتاعت الثري فيز بتكون محتاجه ثلاثه فيز والنيوترال. هستعمله في ايه؟ قال لك الثلاثه كور ده الابلكيشن الشهير بتاعه الموتورز، لان الموتورز بتاعتي اغلبها بتوصل دلتا، والدلتا ما بتحتاجش نيوترا. يبقى من اشهر الابلكيشن بتاعت الثلاثة كور هو الايه؟ الموتور. الفور كور زي ما احنا عارفين. الفور كور اي بقى كل اللوحات بتاعت ده الشهير بتاعنا، ده الشهير بتاعنا هو ايه؟ كل الاحمال بتاعتنا، كل اللوحات الثري فيس، سواء لوحات الثري فيس تاخد الثلاثة لاين بتوعي وتاخد معاهم الايه؟ النيوترا. الثلاثة ونص كور اتفقنا ده بيكون فيه نيوترا نص الفيس. كنا زمان يعني ديزاين قديم زمان اول ما اتخرجت كده مثلا، كنا دايما في المشاريع نعمل 3 ونص كور ده ونعمل كابلات البي في سي. 3 ونص كور بتعمله بس بشرط، يكون عندك الاحمال بتاعتك لود بالانس وما فيش عندك هارمونكس. يعني تكون عامل بالانس كويس وما يكون ما فيش هارمونكس. عشان ايه؟ عشان نيوترا ما يبقاش فيه تيار كبير. ده بس ده الشرط انك تعمل 3 ونص كور، وفي الغالب حاليا نادر ما تلاقي حد بيستعمله شويه. خلاص؟ ده 3 ونص كور نادر ما تلاقي حد بيستعمله. هتلاقي كل الابلكيشن بتاعتنا فين؟ بشتغل فور كور واجيب النيوترال قد الفازه واشتري دماغي. خلاص؟ وبنعمل بالانس وكل حاجه وبنوفر على نفسنا، بس بتكون ايه؟ بتطمن. خلاص؟ بص هو ساعات بيبقى الكرنت اللي بيعدي في النيوترال بيبقى اكبر، وساعات بتعمل اكبر. اكبر ازاي؟ احنا بنعمل حاجه اسمها يعني بالانس. انا ساعات ان ممكن يعني مثلا ممكن الهارمونكس تخليك تعرف الهارمونكس بتاعك فيها هارمونكس، يبقى لازم اشيل الهارمونكس. نعمل براكت بين بس نعمل دراسه للهارمونكس للمشاريع، نجيب شركات تعمل لها دراسه. يعني احنا لسه الاسبوع ده في مشروع، ومشروع ده فيه هارمونكس، وجبنا شركه كده شركه المقاول، واحنا طلعنا كانت مصفط مشاكل المقاول اللي فيها هارمونكس في المشروع. لازم نحل المشاكل دي عشان ما تاثرش على المشروع بتاعي، ما تاثرش على السيستم بتاعي، ما تاثرش على الكابلات بتاعي. تبتدي تجيب شركه، والشركه دي جابت الاجهزه بتاعتها، وتبتدي تقيس الهارمونكس، وهتبتدي الشركه دي تشوف حلول للهارمونكس دي. يبقى الحل بتاعي انا اشيل الهارمونكس. لا يا باشمهندس، المقاول ده بيبقى شركه ولا بيبقى شخص؟ ولا بيبقى شركه طبعا. شركه؟ شركه. الشركه بقى اللي هي مثلا كل شغال فيها يعني كده ماسكه كل مثلا شركه في مدير وفي تحت المدير في شويه مدير فاهم ده قصدي يعني قصدي شغل الشركه ذات نفسه يعني هي الشركه مثلا شركه اللي بتقول عليها المقاول مثلا هي اللي بتبقى مثلا تحتها الاستشاريين الاستشاري ده بيكون تحت المالك يعني زي الاستشاري بقى تحت المقاول اللي هيشتري فلما الاستشاري بيكون تحت المالك خلاص ده منه للمالك دايركت والمقاول برضه منه للمقاول سوري المقاول منه للمالك برضه دايركت خلاص بحيث ان المالك هو اللي يفصل في المنازعات ما بين الاستشاري والمالك. واحيانا في بعض المشاريع عشان المقاول يديكوا برضه عشان المالك يشيل دماغه من قصه فض المنازعات ما بين الاستشاري والمقاول بتجيب شركه اسمها بروجكت مانجر تفض المنازعات دي. كويس؟ يبقى اتفقنا كده قلنا ايه انواع الكابلات بتاعتي السنجل كور والمالتي كور ماشي عشان ما اروحش بعيد.
احنا اتفقنا من شويه قلنا الكابلات بتاعت 6 من 10 على 1 كيلو فولت. لو جبنا مثلا كابل 4 كور وشكل الكابل 4 كور عامل ازاي؟ قلنا هيبقى في كده 4 كور كل كور وعليه العزل بتاعه. وفوقيهم في تطبيق في اللي احنا بنسميه شيت او بابل جاكيت. كل الكابلات الموجوده في الدنيا كلها لازم يكون انا كاي انجينير عارف الكابل بتاع اسمه 6 من 10 على 1 كيلو فولت ويكون مكتوب على الكابل بتاعك ده 6 من 10 على 1 كيلو فولت. ايه ال 1 كيلو فولت دول؟ اقدر اطبق عزل ما بين الفردتين دول كده احط عليهم 1 كيلو فولت. ما بين الفردتين دول احط عليهم كل فولت 1 كيلو فولت، ما بين الفردتين دول 1 كيلو فولت، ما بين الفردتين دول 1 كيلو فولت، اقدر احط عليهم 1 كيلو فولت واستحمله ما فيش اي مشاكل. خلاص؟ طب لو الكابل بتاعي ده ارمورد. خلاص؟ في الحالة دي اقدر بقى الارمورد ما بين أي فازة والارمورد ما يزيدش عن 6 من 10. خلاص؟ واصلة كده؟ أنا ما بين أي فازتين ما بين أي فازتين أو بين أي تو كور ينفع أحط 1 كيلو فولت. عشان كده معلومة لينا بس يعني الناس بتوع السايت بعد ما ناوي بيركب الكابل بتاعي عشان اطمن الكابل بتاعي ده ما حصلش فيه اي مشاكل في العزل بتاعه والكابل ده سليم الكابل ده ما فيهوش مشاكل بنعمل له حاجه اسمها ميجر تيست بنعمل له حاجه اسمها في الموقع حاجه اسمها ايه؟ ميجر تيست بطبق عليه قد ايه كام فولت؟ بطبق عليه 1 كيلو فولت يبقى معلومه شوف انا لا جبتها منين؟ يعني 6 من 10 على 1 كيلو فولت طب احنا في المواقع لما بنيجي نعمل ميجر لكام؟ بنعمله ميجر على كام؟ بنعمله ميجر على كام؟ على 1 كيلو فولت هو نفس الرقم اللي موجود فين؟ في الوصفه بتاعت الكابل اللي هو الكابل اللي متصنع معانا. واصله كده يا شباب؟ ده حاجه اسمها ماكسيمم فولت تشتريه حاجه بتتم حاجه كده مش مهم برضه الكلام هو ده اللي بيتعمل في التست الواحد اتنين لا لا التست بتاعنا بيتعمل في الموقع للكابلات بيتعمل على 1 كيلو فولت 1 كيلو فولت خلاص ده الماكسيمم الماكسيمم فولت اللي احنا بنقدر نطبقه على الكابل ده كويس طب بالنسبه للاسلاك بنقدر بنطبق عليها الاسلاك الجهد بتاعتها دي احيانا بيسموها بالعربي كده فصيله الجهد خلاص بالنسبة للأسلاك بتاعتنا فصلت الجهد بتاعتنا في 450 على 750 خلاص بس احنا واحنا في الموقع لما بنيجي نطبق ما بين السلكتين وبعض بنحط 500 فولت ما بنحطش أي رقم من الاثنين خلاص يبقى في الموقع لو أنا عاوز أعمل ميجر على الأسلاك بنعمل ميجر على كام؟ على 500 ماشي؟ واصلة كده يا شباب؟ يعني بالمستوى على باص طبيعي مثلا بيطلع مثلا 500 مصنع على ميجر حاجه اسمها جهاز اسمه ميجر يعني اعتقد في الكليه حاجه اسمها ميجر ده بيطبق بيحط 1000 كيلو فولت دي سي ما بين الفردتين 1000 فولت دي سي ما بين الفردتين خلاص بتبقى الجهد ده بطبقه على كل فردتين لمده دقيقه يا شباب حتى الميجر تيست لو نعمله في الموقع بطبق كل 1 كيلو فولت بحطه بين كل فردتين لمده دقيقه بخلص الفردتين دول بخش على الفردتين التانيين بخش على اللي بعدهم بخش على اللي بعدهم لحد ما الكابل بتاعي بيدينا ايه الكابل في الاخر الجهاز ده بيطلع علينا او بيطلع علينا او طبعا احنا بالنسبه لنا بقى كل كابلاتنا الكابلات بتاعتنا سليمه فبيديك حاجه اسمها ما لا نهايه ماشي الكابلات بتاعتك سليمه طب لو الكابل بتاعك بايظ لا حتى بتظهر لك قيم اوم صغيره فبتبتدي تعرف تحس ان في مشكله طبعا في قيم ستاندرد ما ينفعش القيمه دي تقل عنها في قيم ستاندرد ما ينفعش القيمه دي تقل عنها وصلنا كده؟